السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة أوضاع الطلاب اليمنيين في الخارج وأيضا ملابسات موتهم المتزايد. إذن مشاهدينا، عثر على جثة أحد الطلاب اليمنيين دارسين في الهند مشنوقا في غرفته، وقالت مصادر مقربة إنه تم العثور على الطالب خالد عثمان مشنوقا في مقر سكنه بمدينة تشيتيور في الهند، ولم تتوفر أي معلومات حول ملابسات أو ظروف موته حتى اللحظة. ويعد خالد هو الرابع الذي لقي نفس المصير وبذات الظروف الغامضة، وهو ما يثير التساؤل حول الأسباب التي تقود الطلاب اليمنيين إلى هذا المصير المفجع، وأين دور الحكومة الشرعية وأيضا السفارات في الخارج، ولماذا لم يتم التحقيق في ملابسات موتهم؟ مشاهدينا، نتوقف عند هذه التساؤلات لنناقشها في محورين: ما هي ملابسات وأسباب وظروف موت الطلاب في الخارج؟ وأين هو دور الحكومة الشرعية في هذا الجانب؟ وما هي مسؤولياتها تجاه هذه الأحداث؟ قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفي نتابع هذا التقرير. يموتون غرباء ووحيدين ومنكسرين، إنها مأساة اليمنيين التي تجاوزت الحدود. عند خروجهم من اليمن كانوا مفعمين، أحلامهم تسابق خطواتهم، ودروب النجاح مرسومة أمامهم، وأمل العودة محمول على أكتافهم، لكنه وجع البلاد طالهم في بلدان الابتعاث. إنها مأساة طلاب اليمن في الخارج. طوال الأعوام الماضية ظل الطلاب في صراع مرير مع أوضاعهم المرة، علت أصواتهم، بحت حناجرهم، كثرت مناشداتهم ووقفاتهم الاحتجاجية، وما لقوا من الحكومة سوى سراب الوعود التي تبخرت مع الأيام. زاد حجم الانكسار، تلاشت الأحلام، فذهب بعضهم إلى اختيار الموت طريقا للخلاص، ولا يذهب إلى الموت إلا من فقد الأمل بالحياة. أربعة من طلاب اليمن في الهند وروسيا وألمانيا لم يبق منهم سوى صور تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. قتلوا أو ماتوا أو انتحروا، ذلك ما كان مأمولا من الحكومة البحث فيه، لكنها لم تحرك ساكنا، لم تتحرى حتى في ملابسات موتهم. ذهبوا أحلاما وخلصوا إلى جثث تبحث عن تراخيص للدفن. إذن مشاهدينا، نسهل النقاش وينضم إلينا من الهند عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد الطلاب اليمنيين في الخارج السيد محمد عامر. سيد محمد، مساء الخير. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد محمد. يعني في البداية لو تضعنا في الصورة العامة وأيضا المعلومات المتوافرة حتى اللحظة حول ملابسات مقتل الطالب خالد عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أشكر قناة بلقيس الفضائية على اهتمامها بقضايا الطلاب اليمنيين في الخارج. أهلا بك. وثانيا، آخر مستجدات السفارة اليمنية أرسلت أحد الطلاب اليمنيين للنزول إلى مكان الحادث لإطلاعهم على آخر المستجدات ورفع تقرير مفصل إلى السفارة. نعم. والتحقيقات جارية، لكن نحن نطالب السفارة اليمنية. متى تم إرسال يعني هذا الشخص لتحري المعلومات؟ اليوم؟ بالأمس يوم الأحد. نعم. هل هناك يعني تبينت نتيجة حتى اللحظة سواء من قبل الجهات اليمنية الممثلة في السفارة أو الشرطة الهندية أو يعني المعلومات المتوافرة لدى زملاء هذا الطالب؟ في الحقيقة التحقيقات جارية الآن، لكن لا توجد أي مستجدات حتى اللحظة. وكما هو معروف في السابق، السلطات الهندية متكتمة كما حدث للطالب الوجيه قبل عام. نعم. بالنسبة للطالب الذي قبل عام أيضا قتل بظروف غامضة في الهند، يعني إلى اليوم سنة كاملة أو أكثر يعني ربما، لكن يعني هل تبين شيء من قبل أجهزة الشرطة الهندية يعني حول هذه الحادثة، أو يعني إيضاح من السفارة اليمنية، أم ماذا حدث بالضبط؟
سنة كاملة إلى اليوم ولم يطلعونا على أي مستجدات ولم يطلعونا على مجريات مستجدات التحقيق. لكن نعم. نحن نطالب السفارة اليمنية في دلهي أن تهتم اهتمام مباشر بالقضية وإرسال أي الشخصيات العاملة في السفارة، الشخصيات الدبلوماسية، للاهتمام والإشراف على القضية إشرافا مباشرا. لا نريد إرسال طلاب، نريد اهتمام رسمي من قبل السفارة اليمنية بهذه القضية. نعم، إذا ما طرحت احتمالية أن يكون يعني حادثة مقتل هذا الطالب هي عملية انتحار ربما، يعني ما هو الوضع الذي كان عليه هذا الطالب؟ يعني من جانب الناحية المادية والوضع الدراسي في الهند. في الحقيقة هذا يستبعد، لأن الطالب مستواه الدراسي جيد، وأيضا هو حاصل على منحة من المجلس الثقافي الهندي. نعم. وأموره كلها في خير يعني. نعم، يعني مسألة الانتحار هي يعني احتمالية ضعيفة، ليست بالاحتمالية الأكبر. بالتأكيد بالتأكيد. طيب، يعني السفارة اليمنية حتى اللحظة التحرك الحاصل هو يعني أنها أرسلت شخص يوم أمس، بينما لا يوجد أي مستجد حتى اللحظة. حتى الآن الشرطة الهندية متكتمة ولا توجد أي مستجدات تطلعون عليها، وكما تعلم في قصة الأخ الوجيه في السنة الماضية. طيب، اليوم هنا في هذا. نعم، اليوم كان لكم وقفة احتجاجية أيضا في الهند، يعني ما الذي يعني طالبتم به من خلال هذه الوقفة؟ في هذه الوقفة اتحاد الطلاب اليمنيين بمدينة أورنجاباد طالب السفارة اليمنية في دلهي أن تهتم اهتمام مباشر بهذه القضية، وأن وإطلاع الطلاب اليمنيين بآخر المستجدات، لأن والد الأخ خالد أرسل رسالة صوتية وأوضح أن خالد قد تواصل به قبل يومين وهو في حال جيد ومستواه جيد ولا يعاني من أي مشاكل. نعم، إذن أشكرك جزيلا السيد محمد عامر، عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد الطلاب اليمنيين في الخارج، كنت معنا من الهند، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من روسيا الطالب نائب رئيس الرابطة الطلابية سليم المرشحي. سيد سليم، مساء الخير. مساء الأنوار. أهلا بك سيد سليم. طبعا يعني مشاهدينا، اليوم القضية هي قضية عامة، نتحدث عن وضع الطلاب بشكل عام في جميع الدول. هناك كان تواصل مع السفير اليمني في روسيا، حاولنا التواصل به لكن لم نلاقي رد حتى قبل دقائق قبل أن نبدأ بالحلقة. مشاهدينا، يعني هنا الوضع عام، ونحاول أن نلخص وضع الطالب اليمني بشكل عام وبجميع دول الاغتراب. سيد سليم، أعود إليك، يعني يوما بعد آخر تتفاقم معاناة الطلاب في الخارج أمام إهمال حكومي كبير بدا واضحا للعيان، ما هو الجديد في مشهد الطلاب المبتعثين في روسيا بالتحديد؟ في البداية أتقدم خالص التعازي لجميع الزملاء والطلاب اليمنيين بالخارج بحادث وفاة زميلنا بالهند، وأيضا حادثة وفاة زميل جعفر جسار بروسيا قبل ما يقرب أسبوعين. نعم. في الحقيقة الحالة والمشاكل تتكاثر يوم بعد آخر مع الطلاب في الخارج. السبب الرئيسي أو المرتكز الرئيسي لهذه المشاكل هو الوضع الموجود في اليمن، حالة الحرب الموجودة، وللأسف الشديد يعني الوضع استثنائي في البلد، لكن مسؤولين للأسف الشديد غير استثنائيين، ودائما يعني يقوموا بمسؤوليتهم وكأن الوضع طبيعي، كأن الوضع يعني وضع عادي جدا ولا يوجد حالة حرب، والوضع المالي الرئيسي أيضا في اليمن في انقطاع رواتب ما يقارب سنة ونصف. الطلاب في الخارج أيضا هناك جزئين، ليس فقط الطلاب المبتعثين عن طريق الحكومة. نعم. طيب، الطلاب المبتعثين لديهم دائما تأخر في صرف المستحقات. الآن شهر فبراير أوشك على الانتهاء، ولا زلنا لم نستلم الربع الرابع الذي كان يعني لابد أن نستلمه بشهر أكتوبر.
الطلاب الآخرين، الطلاب المبتعثين على حسابهم الخاص، يتعرضوا أيضا لمشكلة كبيرة جدا، وهي أنه أهلهم لما الآن أصبحوا في عجز مالي كبير بسبب انقطاع الرواتب، بسبب الوضع في اليمن، وأيضا فارق الصد بالدولار. الآن الدولار أوشك على يعني قارب على 500 ريال، نعم. وهذه مشكلة كبيرة جدا يعني، والحالة النفسية صعبة على الطلاب. نعم، إذا خالد أو عفوا سليم ابقى معي، سأشرك معنا في النقاش. سينضم إلينا من باكستان أيضا المسؤول الإعلامي في هيئة الطلاب اليمنيين في الخارج السيد معاذ الصوفي. سيد معاذ مساء الخير. مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة بلقيس الأفاضل. أهلا بك سيد معاذ. يعني خلاف لكل دول الابتعاث، يقف الطالب في باكستان أمام معاناة مضاعفة بحسب بيانات اتحاد الطلاب المبتعثين في باكستان. يعني ما هي حجم المعاناة التي تواجهونها أنتم؟ الطلاب في باكستان يعانون يعني نفس المشاكل اللي يعانيها الطلاب اليمنيين بشكل عام في كل دول الابتعاث. نعم. إضافة إلى أنه المجال في باكستان ما فيش فرص عمل تمكن الطلاب أنهم يستطيعوا أنهم يشتغلوا أو يعملوا أي مساعدة لوضعهم الحالي، يعني حتى في حال أنهم قرروا إيقاف دراستهم والاتجاه إلى العمل. نعم. الوضع للطلاب بشكل عام في كل دول الابتعاث وضع صعب جدا، صعب للغاية. نعم. احنا الآن ندخل في السنة الرابعة والمستحقات الطلاب لا تزال تتأخر يوم بعد آخر، ولا مبالاة من قبل الحكومة ومن قبل الجهات المعنية وزارة التعليم العالي. نعم. بحل قضايا الطلاب بشكل عاجل بشكل جذري. بالنسبة لكم معاذ في باكستان، آخر دفعة تسلمت مالية يعني قدمتها الحكومة تسلمتوها يعني متى؟ كانت في الربع الثالث، في الربع الثالث 2017، بالرغم أنه كان هناك إسقاط لبعض أسماء، إسقاط متعمد، وقد رفع الاتحاد مذكرات مطالبة للسفارة والملحقية الثقافية ولوزارة التعليم العالي بالإفادة حول وضع هؤلاء الطلاب، لماذا تم إسقاطهم بدون أي إنذار، بدون أي تنزيل أو ملاحظات من قبل وزارة التعليم العالي، مع أن الطلاب استلموا الربع الثاني بشكل عادي. بالإضافة إلى أن الربع الرابع من 2017 والربع الثاني أو الربع الأول من 2018 لم يصرف حتى الآن. نعم. وإحنا الآن على مشارف الربع الثاني من عام 2018. نعم، لكن بالمقابل كان هناك تحرك سيد معاذ، يعني كان هناك تحرك للطلاب اليمنيين في الخارج، وكان هناك يعني مكون تم تشكيله يعني في خدمة هذه قضية الطلاب تحديدا، يعني إلى أين وصلتم في هذا الجانب؟ أعتقد تابع الطلاب اللقاء التأسيسي الذي عقد في ماليزيا، الذي عقده الأخوة رؤساء الاتحادات في دول الابتعاث. نعم. كان اللقاء مثمر للغاية، تم فيه مشاركة التجارب النقابية والأنشطة والوسائل النقابية التي استخدمت في استعادة حقوق الطلاب وإيصال قضاياهم إلى الجهات المعنية. تم انتخاب هيئة تأسيسية لتشكيل الاتحاد العام لطلاب اليمن في الخارج، عليها مهام محددة حددتها اللائحة. نعم. حيث ذكر في البيان الختامي للقاء التأسيسي مناشدة، أصدرنا مناشدة عاجلة للحكومة الشرعية المتمثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي بصرف مستحقات الطلاب بشكل عاجل وعمل حلول لهم. كما ناشدنا أيضا الحكومة الشرعية ورئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي بالنظر بشكل جدي إلى مشكلة الطلاب المبتعثين الدارسين على نفقتهم الخاصة. تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أنه أكثر من 20 مليون يمني تحت خط الفقر بحاجة إلى مساعدات عاجلة. الطلاب اليمنيين في الخارج أهاليهم موقفة مستحقاتهم، هم بحاجة إلى مساعدات عاجلة. على الحكومة اليمنية أن تتبني هذه القضية بشكل جاد، حفاظا على مستقبل البلد، على المستقبل التعليمي. هؤلاء الطلاب هم من سيعودوا يبنوا البلد، فلا بد من الوقوف بشكل جاد وعمل معالجة سريعة لحل مشاكل الطلاب. وضحت الصورة معاذ، وضحت الصورة. تكرم بالبقاء معي، سأذهب لضيفي الآخر سليم المرشحي. يعني سيد سليم،
كيف تنظرون يعني إلى واقع ما حدث من حالات انتحار للطلاب اليمنيين، آخرها التي حدثت يوم أمس للطالب خالد عثمان في الهند؟ والله حالات الانتحار إذا ما ثبت أنها حالات انتحار طبعا نتيجة الوضع النفسي، الحالة النفسية اللي يتعرض لها الطالب. نعرف أن قوانين البلدان لا تراعي الوضع للطالب الأجنبي، وقد يتعرض لأي مشكلة بسيطة الطالب يبدأ بالتفكير، يبدأ أنه لا حل لهذه المشكلة، ويعرف وضع أهله بالداخل، ويعرف أنه أن السبل تقطعت، فيمكن أن يقدم على مثل هكذا عمل. لكن السفارة أيضا لا يلجأون، الطالب اليمني صار لا يلجأ للسفارة لأنه خلاص فقد الأمل في أن السفارة ستقوم بواجبها. لكن سيد سليم، يعني إذا ما كانت الاحتمالية هنا أنها انتحار، يعني أيضا هناك قضايا كثيرة حدثت لديكم في روسيا قبل أسبوعين يعني أو ما يقارب شهرين يعني تقريبا، هناك حالة أيضا طالب وجد مقتول بينما لم تتبين المعلومات حتى اللحظة، لا أعرف إن كانت لديك معلومات حول هذا الطالب، وأيضا في أكثر من بلد ومنها أيضا في الهند حالتين، يعني كل الحالات تقيد ضد مجهول، يعني إما أن تكون انتحار ولم تؤكد حتى اللحظة، أم أنه يعني هناك إهمال من الجانب اليمني الشرعية في متابعة هذه يعني الحالات مع الشرطة في كل بلد تتم فيها حادثة. أكيد حقيقة السفارات تتحرج من رفع صوتها أمام السلطات الدول، يعني بحجة أن اليمن بحالة حرب، وأن مثلا بروسيا عندما طلبنا مباشرة فور تلقي السفارة بلاغ بالعثور على جثة طالب يمني، تحججوا أنهم حفاظا على العلاقات مع دولة صديقة كروسيا، وطلبنا منهم مرة أخرى أن يذهبوا برسالة رسمية ويعاينوا الجثة ويعني يطلعوا على الأمور عن قرب. للأسف الشديد ما طلبوا بالموضوع إلى تقريبا مدة أسبوع وذهبوا مؤخرا، وصراحة يعني حفاظا على العلاقات مع روسيا لم يتجرؤوا على حتى المطالبة بتحقيقات عادلة في القضية. نعم الحقيقة في الأخير بعد توجيهات من معالي وزير الخارجية تحركت السفارة، وحصل لقاء بين السفير اليمني في روسيا ونائب وزير الخارجية الروسي، وتم تشكيل لجنة يعني لمتابعة القضية. اللجنة على ما أعتقد أنها ستكتفي بإبلاغ السفارة بنتائج التحقيقات اللي قامت بها الشرطة التي اطلعت السفارة بنفسها بوقت سابق على التحقيقات، ولا شيء جديد بالموضوع إلى حد الآن. يعني ما هو مؤكد أنه لا جديد في التحقيقات فيما يخص قضية الطالب الذي يعني وجد مقتولا قبل شهرين في روسيا. نعم قد يكون هناك مستجدات، لكن السفارة لم تتحدث الآن إلى الرأي العام، لم تنشر أي بيان رسمي منها. يعني في هناك أخبار كثيرة واطلعنا بأنفسنا على بعض المستجدات لكنها تبقى غير رسمية. نتمنى أن تقوم السفارة بنفسها باطلاع الرأي العام عبر بيان أو على الأقل أهل المتوفي. إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيلا سليم المرشحي نائب رابطة يعني رئيس الرابطة الطلابية، كنت معنا من روسيا، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الآخر معاذ الصوفي من باكستان المسؤول الإعلامي في هيئة الطلاب اليمنيين. يعني سيد معاذ، يعني كم عدد الطلاب الذين تم شطب أسماؤهم من كشوفات المستحقات المالية ومن سجلات الابتعاث؟ على مستوى باكستان هناك ما يقارب 5 طلاب تم تنزيلهم من مستحقات الربع الثالث بدون أي مسوغ أو مبرر قانوني أو بدون أي إيضاح أو ملاحظات من قبل الوزارة، من قبل وزارة التعليم العالي. بالإضافة إلى أنه لدينا حالات طلاب حريقة لديهم رسوم دراسية وممنوعين من دخول، مهددين بالطرد من الجامعات خلال أسابيع إذا لم يتم سداد رسومهم. طبعا حالة الطلاب كما تعرفون الوضع في البلد، الدولار ارتفع إلى 500 ريال يمني، الطلاب أهاليهم لم يعودوا قادرين على مساعدتهم،
طرحنا مرارا وتكرارا على السفارات إمكانية عمل حل، إيجاد حل عن طريق أي مركز مساعد ثاني، عن طريق أي الأمم المتحدة، عن طريق المركز الملك سلمان، عن أي حل بإمكانهم أن يقترحوه لإنقاذ حالة الوضع المأساوي الذي يمر فيه الطلاب اليمنيين في الخارج. نعم. لكن يعني موقف عدمي حتى الآن، موقف عدمي حتى الآن من قبل الحكومة والجهات المعنية تجاه قضايا الطلاب، وكان نعم. الموضوع لا يعنيهم. طيب معاذ، ما هي الخيارات المتبقية أمامكم حيال يعني هذا الإهمال في الجانب المالي وأيضا في جانب الرعاية والمتابعة؟ نحن نعمل مع سويا مع جميع رؤساء الاتحادات الطلابيه في الخارج وفي اطار الهيئه التاسيسيه للاتحاد العام للطلاب اليمنيين في الخارج. احنا مستمرين في متابعه ومراسله الجهات المعنيه بخصوص قضايا الطلاب. نعم. نقدم مقترحات حلول للمشاكل ما من شانه يخفف من مشاكل الطلاب ويحلها ويجعل الطلاب على قيد الاستمرار في الدراسه. هذه التنسيقات يعني كما كانت في السابق أسفرت عن اعتصامات في أكثر من دول. نحن الآن بصدد دراسة برنامج مطلبي حقوقي يحلحل مشاكل الطلاب. نعم. لأنه تأخر موضوع الرسوم وتأخرت كثرت مطالباتنا للجهات المعنية ولا يوجد أي رد حتى الآن، يعني مواقف عدمية من السفارة وغياب تام لوزير التعليم العالي. نعم. لم نجد منه أي تصريح بخصوص الطلاب ولا كأن الأمر يعني. أشكرك معاذ الصوفي، كنت معنا من باكستان المسؤول الإعلامي في هيئة الطلاب اليمنيين. سينضم إلينا من القاهرة خالد الشرجي طالب هناك. سيد خالد مساء الخير. مساء النور. أهلا بك يا سيد خالد، يعني لو تحدثنا عن وضعكم أنتم الطلاب اليمنيين في مصر. نحن أوائل الجمهورية والمحافظات المبتعثين إلى مصر لهذا العام 2017-18. نعم. مبتعثون منذ حوالي 4 أشهر، معتصمين في الملحقية الثقافية منذ 7 أيام. نحن هنا يعني وصلتم مباشرة للاعتصام سيد خالد؟ لا، نحن حوالي 3 أشهر ونحن نتابع. نحن سافرنا على وعد بأنهم سيعطونا من الربع الثالث. وقالوا سنعطيكم من الربع الثالث وسنعطيكم أيضا قيمة التذاكر ولا شيء الآن. نعم، يعني هذا فيما يخصكم أنتم المستجدين. بالنسبة لبقية زملائكم المتواجدين في مصر منذ سنوات طويلة، من هذا الطلاب الأسماء لا نعلم عنهم أي شيء. إحنا عندنا وصلنا القريبين لا نعلم سوى عن قضيتنا نحن. نعم. طيب كيف تتعامل السفارة معكم أنتم يعني كمستجدين؟ يعني أنت تحدثتني أنه هناك يعني عدم تجاوب، لا أعرف هل تقصد السفارة بالضبط أم يعني وزارة التعليم العالي أو الجهة التي منحتكم الابتعاث؟ أما بالنسبة للسفارة فقد قابلناهم أمس وقد أبدوا تجاوبا وأبدوا استعداد لكي نتجاوز كل العراقيل. نعم. ونشكرهم على هذا. نشكر السفير محمد مارم وكما نشكر كل قطاع السفارة والملحقية. نحن مشكلتنا الآن هي في وزارة التعليم العالي. هناك مماحكات في وزارة التعليم العالي بين قطاع البعثات ووزارة التعليم العالي ونحن الضحية. نعم. هناك مماحكات يعني ونحن الضحية فيها، ونقول لهم ونؤكد للمرة 20 مماحكات. ماذا تقصد سيد خالد؟ يعني أنتم يعني تم ابتعاثكم من وزارة الخارجية يعني التابعة للميليشيا في صنعاء أم وزارة الخارجية التابعة للحكومة الشرعية؟ لا، وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم عفوا وزارة التعليم العالي. لا في عدن، وزارة التعليم وزارة التعليم العالي في عدن. تواصلنا. نعم. مع وزير التعليم العالي حسين باسلامة، فقال لنا قبل يومين أنا سأكلم الطاهري مدير البعثات سالم الطاهري لحل قضاياكم. في الأمس تكلم مع الدكتور سالم الطاهري،
سالم الطاهري يعني أعطانا كلام لا يليق بأوائل الجمهورية والمحافظات، أهاننا وبعد ذلك قال لنا أعطيناه كل الأدلة واعترف بنا وقال سأحل مشاكلكم عندما أصل إلى عدن، ونحن الآن ونحن على هذا الوعد ونرجو منه أن يكون صادقا، ونقول لهم أي خلاف بينكم في وزارة التعليم العالي نرجو منك أن تنظر إلينا من باب الإنسانية ومن باب الأبوة، لا تجعلونا ضحية لخلافاتكم. نكررها، لا تجعلونا ضحية لخلافاتكم. نحن طلاب منذ 3 أشهر أنهينا الترم الأول ولم نحصل على أي مستحقات، معتصمين هنا حوالي 4 طلاب أو 3 طلاب أصابهم المرض من جراء الاعتصام بين البرد، نحصل على مساعدات الكعك كعشاء وكغداء من بعض النساء. يعني وصلتم بدلا ان تتفرغوا للتعليم وجدتم انفسكم مضطرين للاعتصام والمطالبه بالحقوق. نعم نعم نعم، هذا هو الحال. نحن من حوالي 7 أيام معتصمين لم نحضر اي محاضره، ضاعت علينا المحاضرات، ضاعت علينا السكاشن، ولا نعلم كيف سنستطيع أن نلحق بالدروس التي فاتت. نحمل وزارة التعليم العالي، نحملها هذه الأيام التي خسرناها من دون أن نتعلم، نحملهم نقول لهم أعطونا قرارات الإيفاد. لقد قلتم لخالد الرويشان وعدتموه بأنكم ستعطونا قرارات إيفاد، إلى الآن لم نرى أي تجاوب. الملحقية رفعت بكشف بأسمائنا في اليوم الأول وللمرة الثانية رفعت أمس بكشف بمطالبة بمساعدة مالية ومطالبة بقرار إيفاد بصورة مستعجلة، وقال لهم بأن الطلاب معتصمين، وصلتهم الرسالة ولم نجد أي رد إلى الآن. نقول لهم أعطونا قرارات إيفاد. نحن أعطيناهم مهلة 10 أيام، سننسحب من الغد، سننسحب من الغد من الملحقية ونعود إلى الجامعات، ونعطيهم 10 أيام لكي يعطونا قرارات الإيفاد. ما لم فإننا سنعود إلى اعتصاماتنا. نعم، إذن ربنا يكون في عونكم أخي خالد الشرجي، كنت معنا من مصر، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي، كان معنا عضو هيئة الطلاب اليمنيين المسؤول الإعلامي في باكستان السيد معاذ الصوفي، وأشكر أيضا من روسيا سليم المرشحي نائب رئيس الرابطة الطلابية، ومن الهند عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد الطلاب اليمنيين السيد محمد عامر، وأشكر أيضا من مصر كان معنا خالد الشرجي. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.